طيب انتوا كان في من يوم 14 ل 17 تقريبا ديسمبر كان في الاسكندريه في مؤتمر عن انترنت الاشياء وكان شعاره اسمه العالم متصل. كان ايه الهدف من المؤتمر ده وخرجتوا بايه في الاخر منه؟ المؤتمر ده اول مؤتمر عن انترنت الاشياء يعملوا مجمع برج عربي الابداعي. دي النسخه رقم واحد وهيتبعها بعد كده نسخه رقم اثنين وثلاثه وهكذا. المؤتمر ده كان الهدف منه ان احنا بدأنا نتواصل مع زملاء في الدول العربية، المملكة العربية السعودية، في المغرب، في الامارات، وفي دبي، وجم ناس قعدوا معانا هنا، تدرسنا التجارب بتاعتهم وشفنا احنا بنعمل ايه. عملنا اول يوم نفذناه كان يوم الخميس 14، كان في المجمع نفسه في منطقة برج العرب. تخيل في منطقة برج العرب 30-40 كيلو بعيد عن اسكندرية، وناس علماء رايحين هناك ووزراء وممثلين الحكومة وشركات. بنعمل أول جلسة افتتاحية اللي حضرها المهندس ياسر القاضي وادى فيها كلمة ذات قيمة كبيرة جدا. بعد كده كان عندنا 3 أيام، في ال3 أيام دول عملنا حتينا ساعتين، عملنا جلسات حوارية نناقش فيها ازاي نستمر في هذا المجال، ازاي نطور الشباب ونطور التعليم والتدريب عشان نأهل الناس الكلام ده. على التوازي مع المؤتمر كنا عاملين مسابقة اسمها تحدي مصر، نهايات تحدي انترنت الأشياء. الأشياء في المشروعات الصغيرة والمتوسطة حاجتين. تحدي انترنت الأشياء للشركات الناشئة اللي لسه عندها أفكار وهنحتضنها في الحضانة بتاعتنا، والشركات الصغيرة والمتوسطة اللي عندها أفكار ومنتجات وعايزة تكبر. اشتغلنا على الاتنين دول عشان نقدر على المستوى القومي نستوعب القيادات والشباب والافكار يتواجدوا معانا لنكون يسمى الايكو سيستم بتاع المنظومه كلها. اللي هو متمركز حوالين منطقه برج العرب. صحيح في افكار موجوده في مناطق اخرى غير اسكندريه، بس احنا برضو واخدين منطقه اسكندريه ومرسى مطروح والبحيره اللي احنا نشتغل عليها ونشوف الشباب بتاعها. خاصه ان اسكندريه فيها 3 جامعات في غايه الاهميه، في الجامعه المصريه اللبنيه في برج عرب جنبنا على طول، وفي جامعه اسكندريه جامعه عريقه عمرها 75 سنه، وفي الاكاديميه النقل البحري والتكنولوجيا اللي موجوده في ابو قير. ال3 مؤسسات دول مع الشركات الصناعيه اللي تشتغل في اسكندريه، مع منظمات المجتمع المدني ممثله في اتصال، بنعمل هذا التحالف. المؤتمر طلعنا 5-6 شركات هنحتضنهم في الحضانة عندنا من السنة الجديدة، شركات صغيرة هنبدأ نأهلهم عشان يكبروا، ومشينا في هذا الطريق. الحاجة التانية قعدنا مع الناس، جبنا كان عندنا واحدة اسمها سواتي من الهند، عندهم تجربة قوية جدا في هذا المجال، كلمتنا عن هذه التجربة نشوف ازاي نعملها ايميتيشن عندنا هنا محاكاة. مين الدول حضرتك قلت في دول عربية موجودة كانت في المؤتمر، مين الدول العربية اللي سبقتنا في هذا انترنت الأشياء ودول عالمية أيضا؟ يعني بسمع ان الصين مثلا من الدول العالمية أكبرها. طبعا في دول كتير عاملة شغل فيها كتير، الولايات المتحدة طبعا أكبرهم والاتحاد الأوروبي. الصين طبعا لأنها بتنتج بالظبط، بتعمل منتج جدا محتاجها انترنت الاشياء، من مستشعرات، من دوائر، من اتصالات وهكذا. الحاجه اللي عندنا هنا هي نظام الاتصالات اللي بنشتغل عليه، ده الاساس بتاعنا. طيب والعربيه، الدول العربيه اللي اشتغلوا معانا حضروا معانا المغرب، عندهم تجارب يعني عندهم تجارب لكن طبعا يعني مش بعيد عننا. دبي يمكن سابقه شويه بعض الحاجات نتيجة الظروف، انها بلد صغيرة تعدادها صغير وانشئت من جديد، فجايز تكون سابقة في حتة كده بعيد شوية. الامارات بدأوا يشتغلوا نشوف معانا، او جايز سابقين حاجة بسيطة. عدا هذا دول اللي كانوا موجودين وبنتكلم معاهم. كان في جامعات، ما كانش في ممثلين الحكومات. بنخطط السنة الجاية القطاع الخاص يعني. في حكومات موجودة. لو احنا حبينا ان احنا نترجم ده دكتور محمد على ارض الواقع، يعني انترنت الاشياء انا ممكن ادخله في الطاقة، ممكن ادخله في الصحة، ممكن ادخله في الزراعة، ممكن ادخله في حاجات كتير قوي. ممكن لو تدينا امثلة انه ممكن يكون ايه حاجة مش موجودة دلوقتي يفعل فيها ما يسمى بانترنت الاشياء تسهل الحياة اكتر. انا هقول لك تطبيق احنا عملناه في اتصال وشباب عملوه خلصوه، بيقدروا بمستشعر منظمة انترنت الاشياء
حاطط مستشعر في المزارع السمكيه بيقيس جوده الميه ويشوف الميه دي مناسبه لتربيه السمك ولا لا، وساعه ما يلاقي فيه ديفكت، حموضه زادت، التلوث زاد، اي حاجه خلال المواصفه القياسيه، بيبعت اشاره على طول شورت مسج لصاحب المزرعه او المسؤول عنها يقول له الحق ده في شيء الفلاني حصل، يقوم يقدر يتداركه. هنا دي ادي انترنت الاشياء، ادي مستشعر في المزرعه السمكيه قاس بيانات محدده بعتها لبروفايدر من خلال قناه اتصال اللي هي الموبايل، وده خد اكشن بناء عليها، يبقى كده لحقنا السمك قبل ما يموت او يحصل له اي مشكله. ده اكزامبل. الزراعه نفس الشيء، انت تقدري من عندنا ابلكيشن موجوده وبتوزع عالميا لمستشعر يقيس الكواليتي بتاعت التربه ونسبه الاسمده ونسبه النيتروجين وكل البارامترات المختلفه الموجوده في التربه اللي مطلوبه للزراعه دي، يقيسها ويبلغها اونلاين بجهاز صغير جدا. ولو عندك صور المؤتمر اقدر اديكي فكره عن احنا عرضناها زي دي. عرضناها وحضرتك كنت بتتكلم عن المؤتمر. طيب لو ايضا في الصحه، في مجال الصحه ما يعرف بالاسره الذكيه، معنى ايه؟ معناها ايه الاسره الذكيه؟ وايه ممكن تاني في الصحه ممكن يدخل في هذا المجال؟ حاجات كتير. السرير ده بيقيس كل المؤشرات الصحيه بتاعه المريض كلها. ما تستغربيش لانك انت النهارده في ابلكيشن بتستخدميها في البيت، اللي عنده خطوره من مرض القلب بيحط الجهاز على صدره بيشوف ضربات القلب ويرسم سيجنال رسم قلب زي اللي بيعمله الدكتور في البيت بالظبط، ويبعت الاشاره دي لمستشفى، ساعه ما الدكتور بتوصل له بيقدر يقرر ان هنا في ريسك، الحق الراجل ده هاته المستشفى. البيانات دي النهارده ما هو هو حاجه شيء لا يعني دخل حاجه جديده. الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. من خلال القياسات دي بيقدر الجهاز يستنتج ان في خطوره على حياه المريض ده، القلب ده مش سليم، ده معرض لجلطه، معرض لاي مرض اخر فيلحقوه. النهارده في ويربل الناس بيلبسوها بتحدد مؤشراته الصحيه، ايه السكر، السوار او السوار حاجه كده سويره يعني. مستشارات كتيره جدا في مجالات الصحه في كل حاجه. مش عايز اقول لك على بقى العمليات الجراحيه لا بعد كده العمليات الجراحيه مش هيبقى في دكتور يعني. لا في دكتور بس في روبوت بقى شغال وحاجه صغيره دخلت جوه الجسم مشيت في العروق في الشرايين الاورده اسمها ايه؟ زي حاجه جيجا يعني مش عارفه اسمها بالظبط، بس بالظبط هي حاجه نانو. بتبقى دقيقه كده بتعدي فتشوف وتصور وتبعت الصوره ويعمل اللي هو عايزه. لدرجه دلوقتي بقى عندهم حاجه تعدي في الشريان اللي مقفول شويه وتسحب ال 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 التجلط على الشريان من الداخل وتشد الجلطه لبره تمصها وتخرجها من خلال خرطوم رفيع قوي. لا شوفي التكنولوجي النهارده دي مرعبه، دي تخوف، دي بيند الخيال. طب وده هنا خليني اسال مستقبل الانسان بقى، يعني مش اسال عن مستقبل التكنولوجيا، انا اسال عن مستقبل الانسان هيبقى فين؟ التكنولوجي والحاجات دي كلها بتزود اعمار الانسان فعلا؟ طبعا. تعالي بص على اليابان، اللايف اكسبكتنسي 82 سنه. احنا عندنا في مصر هنا اللايف اكسبكتنسي زادت من 62-63 ل 73 نتيجه الرعايه الصحيه المتقدمه للشباب وللشيوخ، زاد اللايف اكسبكتنسي الى 73-74. معدل وفيات الاطفال بيقل لان في رعايه صحيه افضل. لا طبعا الانسان هيتمتع بحياه افضل، لكن هيفضل في مشكله. ايوه، ان التكنولوجي هتغير هيكل الوظائف تماما. وظائف هتنتهي ووظائف هتتخلق، الوظائف هتعتمد كلها على التكنولوجي وعلى الاوتوميشن، ويمكن عدد ساعات العمل يقل. يا ريت. شكل المجتمع هيتغير مع التكنولوجي.